السلام عليكم ورحمة الله. كنرحب بكم أخواتي الغاليات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير. هذا الفيديو غادي تشوفوا معي إن شاء الله ثلاثة ديال الاقتراحات للكوتي أو فطور الصباح. الطريقة اللي هي جد سهلة ومبسطة، ثلاثة ديال الوصفات كيكة اللي كتجي قطنية وخفيفة ومهوية بمذاق اللي مميز، وكذلك هاد الحريشات اللي كيجيو لذاذين بزاف مع واحد المكون كنضيفوه كيعطيهم واحد اللذة وواحد الطراوة اللي كتبقى مدة طويلة. وغادي نشوفوا ان شاء الله معايا واحد البسكويت اللي كيجي رائع وزوين مقرمش وهشيش في نفس الوقت، طريقة اللي هي سهلة وكيخرج واحد الكميه اللي هي كثيره تبارك الله. وبه غادي نبداو ان شاء الله، وما نساوش الصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله على بركه الله. كنحتاجو نصف كاس ديال الحليب يكون سخون، هاد الحلوه كنديروها بالحليب يكون سخون، وكذلك الزبده كندوبوها. عندي هنايا 100 غرام ديال الزبده اي نوعيه كتفضلوها، وهنايا الزبده يعني كاس تقريبا الا ربع، وسكر سنيده كاس عامر مزيان 170 غرام، ورشه من الملح لتصحيح الذوق، وكيس من سكر الفانيلا للتنسيم، ممكن تنسمو بقشور ديال البرتقال او ديال الحامض كيبقى لكم الاختيار. وكنخلطوا هاد العناصر مزيان هكا، كنستعنوا بالطراب اليدوي. وهنا فاش كنضيفوا الحليب يكون سخون وكذلك الزبده مذابه وسخونه كيندمجوا مع بعضياتهم، وكيساعدوا السكر بسرعه كيذوب خصوصا ولا كانت الحبيبه ديالو خشينه. وهنايا كنضيفوا بيضه كامله تكون بحاله الغرفه، وكنخلطوا جميع العناصر. بقى لينا ان شاء الله غير النواشف، الدقيق وخميره الحلويات، مكونات جد اقتصاديه. والزبده ولا ضفتوها حيوانيه يكون افضل، يكون المذاق ديالها مميز صراحه. صافي، هنا من بعد ما طلبت هذه العناصر غادي نضيف ان شاء الله خميره الحلويات بيكنج باودر كيس واحد ديال 7 او ديال 8 غرام، والدقيق يكون منخول نوعيه جيده، وكنضيفوه بشويه بشويه على مراحل. وبالنسبه لديك البيضاء خصوصا المبتدئات ما تضيفوهاش النوبه الاولى مع الحليب فاش كيكون سخون والزبده، حتى تحركوهم مع بعضياتهم وكتنزل ديك الحراره عاد كتضيفوا ديك البيضه. بالنسبه للكميه ديال الدقيق كنحتاجو 400 غرام تقريبا، ولا درتو نفس القياس اللي شفتو معايا المقادير مضبوطه، غير الحليب فاش تسخنوه اخواتي عبروه ما بين حتى تسخنوه عاد تعبروا نص كاس او 80 مليلتر ديال الحليب، لانه لا عبرتوه في النوبه الاولى كيكون مازال بارد وكديروه في كاسرول باش يسخن كيتبخر وكينقص. وكذلك الزبده فاش كدوبوها عاد تعبروا داك الكاس الا ربع تقريبا، يعني ما يعادل 100 مليلتر. ولا درتو نفس القياس غادي تحتاجوا 400 غرام ديال الدقيق، ممكن اقل او اكثر لان النوعيه حتى ديال الدقيق، لكن واحد النسبه اللي هي قليله كتختلف. وهنا من بعد ما لميت العجين كيف كتشاهدوا ما كتبقاش لصق في اليد، وفي نفس الوقت رطبه كيف كتشاهدوا اخواتي طريه، ما تقصحوش العجين باش تحصلوا النتيجه اللي هي رائعه. صافي، دابا ان شاء الله غادي نمرو باش نشكلوا هاد العجينه اللي كتكون رطبه كيف كتلاحظوا، كنحاول نبينها لكم. ما تقصحوش اخواتي العجين لان مازال العجين مازال كتماسك شويه على هكا، لان فاش كنضيفوا داك الزبده كندوبوها فاش كتبرد العجين كيولي مازال كيتماسك كثر. وهنا هذه الكميه اللي طبقت ليا من 500 غرام، وهنايا كيف كتلاحظوا العجينه تماسكت شويه واخا تكون رطبه، يعني كنبسطها بكل اريحيه، لكن تماسكت على شويه على النوبه الاولى خصوصا ولا دايرين انا خدمت بالزبده ديال الطريق، يعني كتماسك من بعد ما كتبرد. وهنايا كنبسط العجين فوق سطح العمل، كنستعن هكا بواحد السيليكون او غير بلاستيكات كتفرشوها من الاسفل، وممكن تزيدو حتى وحده من فوق العجين، وكتستعنو هكا بالمطلق كتورقو العجين او كتبسطوه، ما كتزرقوهش بزاف، كتخليو العجينه ديالكم شويه سميكه. وكنجيبو هاد القطعه هادي، ممكن تقطعو باش ما بغيتو، يعني كيبقى لكم الاختيار ديال الحلوه ديالكم او البسكو ديالكم كيف غايجي. وهنا كنطبع من الجهه اللي كتكون هكا مسننه وكيبقى لكم الاختيار، غير كنحاول نضغط مزيان خصوصا مبتدئات ما تحركوش الطبع ديالكم، غير كتضغطوا مزيان كتقطع العجين، عجين اللي كتكون رائعه وزوينه وكتعطينا الطعم تبارك الله. صافي، كنلموا هذا المتبقي اللي كيبقى لينا الزائد، غير كنلموه وكنديروه في واحد البلاستيك كنغطيوه ما نخليوهش هكاك، من بعد كنبسطوه بكل سهوله، ما يحتاجش نخليوه يعني واحد المده باش يرتاح. مباشره بعد ما كنحط هذه في اللاطه كننبسط العجينه الثانيه، وكيف شاهدتوا معايا السمك ديال البسكوي ممكن ترقوه شويه على هذا، وممكن تخليوه شويه سميك عليه، يعني كيبقى لكم الاختيار ديال السمك ديال الحلوه ديالكم او البسكوي. وهنا العجينه الثانيه كيف تلاحظتوا غير كنبسطوها، يعني كتلموها النوبه الاولى في واحد البلاستيكه، من بعد كتحطوها فوق سطح العمل وكتبسطوها وكتبسط معكم بكل سهوله اخواتي.
صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال العجين اللي عندي. غير كنلموها كيف لاحظتوا معايا وكنديروها في واحد البلاستيكه. مازال غادي نزيد عليها واحد الكميه ديال العجين اللي غادي نحيدو من الوسط ان شاء الله. كنستعن بواحد القمع باش نشكل حفره في الوسط. هنايا القمع كنوري لكم الاحجام، نديروه الصغير ما نديروش الكبير. ممكن تستعنوا باي اداه عندكم، يعني غير باش تشكلوا واحد الحفره في الوسط فقط، غير ما تكونش كبيره. يعني كيف كتشاهدوا كيجي القياس هو هذاك، مازال كتلفخ من بعد ما كتدخل الفرن كتسد شويه ديك الحفره ما كتبقاش كبيره. صافي وكنحاولوا نديروها في الدقيق، يعني داك القمع كنديروه في الدقيق باش ما تلتصقش معاه العجين، وكنشكل هكا حفره في الوسط. كنحيد هذا الزائد ديال العجين، كنستعن هكا بواحد السكين وكنلموه مع العجين اللي عندي في البلاستيكه، من بعد كنبسطوه ان شاء الله. بالنسبه للدوره او الحجم ديال البسكوي، ديك القطعه الحجم متوسط، ممكن ديروا اي حجم حسب الرغبه. وهنايا عندي المربى، ممكن ديروا المربى ديال المشمش، عندي المربى ديال التفاح، وعندي هنايا الكوك اي نوا دو كوكو. اخواننا في المشارقه يعني الجوز الهند. صافي هنايا كندهنوا الحلوه ديالنا من الاعلى بهذا المربى، تحضير منزلي. هذا المربى ديال التفاح كنت سبقت ونزلته في القناه، يعني وهاد الكميه اللي دهنت بها من العام اللي فات، يعني كانت في العلبه بدون ثلاجه، وبقى يعني المربى رائع وزوين. وكنجيبو داك نواد كوكو اي جوز الهند وكنرشوه من الاعلى واحد الكميه لا باس بها. وغادي نخلي لكم ان شاء الله لتحضير هذا المربى في اخر الفيديو ان شاء الله. غادي تلقاو الفيديو ديالو وفي صندوق الوصف ان شاء الله اسفل الفيديو، وفي هذه الاشاره اللي كتبان لكم اعلى الفيديو اللي بغات تشوف يعني طريقه ديال التحضير ديال هذا المربى. صافي من بعد ما كنديروا هذا الكوك كامل على البسكوي ديالنا من الاعلى، غادي ان شاء الله ندخلوه للفرن اللي كيكون سخون. كنسخنوا الفرن من قبل، من بعد كنقصوا النار كنخليوها على 180 درجه او 170 كل وحده حسب الفرن ديالها، على النار اللي كتكون هادي اولا كان الفرن ديال الغاز. كنشعلوا ليه غير من الاسفل فقط، من بعد كنشعلوا ليه من الاعلى باش ياخذ اللون. كيف كتلاحظوا مازال كيرتفع لان فيه درنا واحد الكميه ديال الخميره الحلويات. من بعد ما كيبرد مباشره كنجيبوا هنايا الشوكولاته كندوبوها وكندير شكل هكا خطوط. كيبقى اختياري هاد يعني هاد التزيين كيبقى اختياري حسب الرغبه. وهنا كنحيدوا داك الزائد ديال الشوكولا من بعد ما كتبرد او كتماسك، يعني كتخرج لينا هكا من الاطراف او كتبقى لينا في الوسط. كتحصلوا على كميه اللي هي كثيره تبارك الله، والنتيجه اللي هي رائعه. كيجي مقرمش وهشيش في نفس الوقت. هنايا كيف كتشاهدوا من بعد ما كيطيب في الفرن على النار كتكون هادئه، يعني غير كياخذ اللون من الاسفل كيتحمر، كتشعلوا ليه من الاعلى يعني خصوصا المبتدئات النار كتكون هادئه. وهنا كنوري لكم السمك، خليت لكم بعض الحبات يعني في العجينه اللي كانت عندي في التالي باش نوري لكم السمك حسب الرغبه. غادي نقسم لكم هذه اللي كتكون سميكه، يعني كيجي طايب من الداخل، غير كتنقصوا النار كتخليوها مهيله، غير يتب من الاسفل كتستعنوا بواحد السكين كتشوفوه تحمر من الاسفل كتعلو ليه من الاعلى، وكيجي كيف كتشاهدوا مقرمش وهشيش في نفس الوقت. اللي بغات البسكوي يكون رطب غير فاش كتخرجوه من مباشره من الفرن، غير كتخليوه يبرد وكتملؤوه في واحد العلبه محكمه الاغلاق، ما تخليوش معرض للهواء، وكيبقى معكم رطب مده طويله ان شاء الله. ودابا غادي نمرن ان شاء الله تحضير الحريشات اللي كيجيو هشاشين وزوينين بزاف وكيبقاو رطبين مده طويله، مكون اللي كيعطيهم لذه وطراوه. على بركه الله ما نطولش عليكم، نمروا المقادير والطريقه في نفس الوقت. بول كنديروا بيضه واحده تكون بحاره الغرفه، وغادي نضيف شويه من الفانيلا، ممكن دير كيس واحد، ولا بغيتوهم يعني مالحين ممكن تستغناو على هاد الفانيلا. هاد الحريشات كيجيو حلوين. نصف ملعقه اللي هي صغيره من الملح، ونصف كاس ديال العنبه ديال السكر. اللي بغات تنقص من السكر ممكن دير غير جوج معالق اللي هما كبار. وهنايا راس ملعقه من الخميره الفوريه اللي كتعطينا طراوه لهاد الحريشات، كيبقاو طريين. وبالنسبه للسكر اللي ما بغاتش دير سكر ممكن تعوض هاد السكر بالعسل، اللي بغات الحريشات يكونوا صحيين خصوصا ولا كان العسل ديال النحل. وكنطربو مزيان هاد العناصر، كنستعنو هكا بالطراب اليدوي حتى يتغير اللون ديال الخليط ويذوب السكر. وهنايا في هذه المرحله كنضيفو كاس الا ربع من الزيت النباتي، والقياسات كلهم بكيسان ديال العنبه. صافي هنا من بعد ما كندخلو مزيان هذاك الزيت ما نخلوهاش معزوله، كنضيفو هاد الكيس او هاد الخنيشه هادي ديال الرايب بنكهه الموز، ممكن ديرو ديال الفانيلا. هاد الرايب كيعطينا الطعم اللي هو مميز جدا اخواتي، صدقوني جربوها بهذه الطريقه وغادي تشوفوا الطعم اللي كنهضر عليه.
كان عمرت به الكاس ديال العنبه اللي ضفت، غادي نكمل داك الكميه اللي بقات ليا في هذا الكيس، يعني كنديروها كامله، واحد الكميه اللي هي بقات لي هي قليله. ممكن تعوضوه باللبن، او ممكن تعوضوه بعلبه ديال الياغورت اي الزبادي بنكهه الفانيلا او ديال الموز كما حبيتو. هنا كنضيفو كاس ديال الحليب بدرجه حراره الغرفه، وغادي نضيف ان شاء الله السميده، السميده العاديه اللي كنديروا بها الحرشه والبسبوسه. غادي نضيف جوج كيسان الاولين، عبرت ليكم هنايا بالكيسان ديال العنبه باش تعرفوا القياسات اللي ما عندهاش الميزان، وجوج اكياس من خميره الحلويات اي البيكنج باودر من فئه 7 غرام او 8 غرام حسب المتوفر. كنحاولوا ندخلوا هاد جوج ديال الكيسان الاولين، من بعد كنضيفوا الكاس الثالث، وهنايا عندي الكاس الرابع. بالنسبه للسميده حسب يعني ولاد فطو يعني الياغورت اي الزبادي راه كتحتاجوا غير 4 ديال الكيسان، ولا درتو يعني هنايا كيف درت الرايب يعني الكميه اللي هي كثيره اكثر من كاس ديال العنبه، كتحتاجوا حتى 5 ديال الكيسان ديال السميده. وهنا الكاس الخامس كنديروه على مراحل، ممكن يعني ديروا غير نص كاس، ضيفوا غير نص كاس لان السميده كاينه اللي كتشربوا كاينه لا، كنحاولوا نضيفوه هكا على مراحل او بالتدريج. وغادي نوري لكم القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، لان مازال غادي نخليوه يرتاح هذا الخليط باش يتشرب ديك السميده عاد نخدموا بها ان شاء الله. وهنايا غادي نكمل الكميه كامله، اي 5 ديال الكيسان ديال العنبه ديال السميده. وهذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، غادي نخليوه يتشرب مازال يرتاح واحد على الاقل واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، ونرجع معكم باذن الله. صافي، هنا من بعد ما خليت الخليط يرتاح واحد نصف ساعه، وكيف كتلاحظوا السميده تشربات، وغادي نخدموا بها بكل اريحيه وفي نفس الوقت طريه، يعني كتحصلوا على عجينه اللي كتكون طريه كيف كتلاحظوا، يعني نتحكموا فيها ونخدموا بها بكل سهوله. وهنايا كنحتاجوا السميده باش نفندوا في هذه الحريشات، وعندي هنايا هذا السيركل هذا المخصص للحريشات مع هاد الغلاقه او هاد الدكايه اللي كيدكو بها، او ممكن تخدموا بهاد الغلاقه هذه يعني حسب الرغبه. هنا فزتك شويه يدي باش نخدم بالعجين بكل اريحيه، ما تبقاش تلصق ليا في اليد. وهنايا كل واحده كندير فيها 80 غرام كيف شفتوا الحجم ديالهم في اول فيديو، وكيبقى لكم الاختيار ديال الحجم ديال الحريشه ديالكم، ممكن ديروهم صغار ممكن ديروهم كبار حسب الرغبه. بعد ما كتشكلوهم الى كرات كنحاولوا نفندوهم مزيان في السميده، وكنحطوها في داك السيركل، وكنحاولوا نبسطوها هكا بالاصابع ديالنا، وكنجيبوا ديك الغلاقه وديك الدكايه كنحاولوا نقدوها من الاعلى باش تجي فين يوم قاده. ممكن تخدموا غير بيديكم، يعني كتشكلوها الى كره وكتحطوها في المقلاه وكتقلصوها بيديكم، ومن الاعلى كتفينيوها بظهر ديال الملعقه باش ما يبقاوش الاصابع ديالكم متراصين في الحرشه. هنا غادي نخدم معكم بهاد الغلاقه هذه، كتشكلوا الكره ديالكم كتفندوها مزيان في السميده وكتحطوها في هاد الغلاقه وكتحاولوا تبسطوها. انا مازال غادي نقلصها شويه لان ما بغيت الحريشه تجيو رقاقين شويه، لان مازال غيضعف الحجم ديالهم بعد ما كيطيبوا. ولا بغيتوا السمك يجي اكثر من هاد السمك اللي شفتوا معايا في الحريشات، ممكن تنقصوا شويه من الكميه ديال السكر، او ما ضروري تنقصوا شويه من الكميه ديال السكر، لان دغيا تخطفوا لكم ياخذوا اللون من الاعلى، لان السكر كيعطينا اللون او العسل، والداخل يبقى لكم يعني ما طيبينش خصوصا المبتدئات او غير النار كتكون هادئه، وتبقاو تقلبوا فيهم حتى يطيبوا مزيان. وغادي نكمل ان شاء الله بنفس الطريقه حتى نكمل جميع الوحدات. وهذه هي المقله اللي كتساعدني اكثر، يعني احسن، يعني المقله فاش كتكون كبيره كتاخذ الوحدات اللي هما اكثر وكطيبي بدقه واحده. وغادي نكمل ان شاء الله. بالنسبه اللي ما عندهاش المقله الثقيله، اللي كاينين يعني الاخوات ديالنا اللي كاينين في المشرق او في كذلك في خارج الوطن، ممكن تخدموا غير في مقله عاديه، يعني المقله اللي عندها اليد غير النار كتنقصوها كتخليوها هادئه. وغادي ناخذ المقلات ونحطها على النار اللي كتكون متوسطه الى هادئه، كل وحده وحسب النار ديالها، كانت مجهده كتنقصوها تخليوها هادئه، كانت متوسطه كديروها ما بين المتوسطه الى هادئه. دو خليتهم يعني تلهيت مع الاخرين، بقيت كنشكل فيهم وخليتهم تحمروا بزاف من الاسفل، الحريشات غير يشدوا راسهم كتبقاو تقلبوا فيهم حتى يعني تكملوا الطياب ديالهم، يدخلهم الطياب مزيان لداخل ويتحمروا من جهات يعني من جميع الاطراف. ولي غادي تسولني واش ممكن طيبوهم في الفرن، ممكن اخواتي تشكلهم على شكل يعني كيف شكلتهم النوبه الاولى على شكل كرات، ما تقلصوهمش، يعني يجيو الحريشات ديال الفرن على شكل غريبه،
غير كتشكلوهم هكاك دوائر، كتحطوهم في اللاطه وكتدخلوهم الفرن كيكون سخون مزيان، كتشعلو ليهم من الاعلى حتى يتشقو من بعد من الاسفل باش يكملوا الطياب ديالهم، كيجيو زوينين بزاف وكتقدمهم بالصحه والراحه. وهنا من بعد ما كمل جميع الوحدات تحصلت على 15 ديال الحريشات بالحجم ديال او ديال قياس ديال 80 غرام في الوحده. كيف كتشاهدوا كيجيو رطبين بزاف بزاف اخواتي، هشاشين وبنانين بزاف. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب بكم. اللي ما بغاتش السكر كنذكر لكم يعني في الحلاوه راه كيجيو هما هادوك، اللي ما بغاتش السكر يعني ديرهم يعني دير الكميه ديال الملح ودير جوج معالق ديال العسل، العسل ديال النحل او العسل تحضير منزلي كيف ما بغيتوا اخواتي. وكنقدموه هنا مع الجبن مع المربى. وكنقدموا الحريشات ديالنا سخونين مع براد ديال اتاي، كذلك مع زيت الزيتون مع الزيتون مع الجبن، يعني فطور الصباح او الكوتي ديال العشيه من اروع الحريشات اللي غادي ان شاء الله تجربوهم صدقوني اخواتي، مع داك الرايب بنكهه البنان طعم مميز ان شاء الله تجربوهم. وهنا قسمت لكم هذه الحرشه باش تبان لكم اكثر الطراوه اللي فيها، وكذلك كيجيو هشاشين وبنانين بزاف. ممكن تحتفظوا بهم في الكونجيلاتور، يعني كديرهم غير في علبه محكمه الاغلاق وفي بلاستيك كتسدوا عليهم مزيان، بعد ما كتحتاجوا يعني تقدموهم كتخرجوهم شويه من قبل وكتسخنوهم بحال اللي حضرتوهم ديك الساعه. ودابا غادي نمروا ان شاء الله تحضير الكيك اللي كيجي خفيف ومقطن ومهوي ما تشبعوش منه بنفس المكون اللي كيعطي له واحد اللذه. ما عليكم غير تبعوا الفيديو بجميع النصائح اللي فيه باش تستافدوا خصوصا المبتدئات، ونتمنى ان شاء الله لكم فرجه ممتعه. وعلى بركه الله عندي هنايا المول ديال الكيك كندهنو مزيان بالزبده، من بعد غادي نرشو بالدقيق باش نتفادى الكيك ما يلتصقش. والحجم ديال المول كيف كتشاهدوا كبير تبارك الله، حجم عائلي، والشكل ديالو كيبقى اختياري حسب الرغبه وحسب المتوفر. صافي هنا من بعد ما وجدت المول غادي نمروا ان شاء الله تحضير الخليط ديال الكيك. في بول كنضيفوا فيه 4 ديال البيضات يكونوا بحراره درجه حراره الغرفه، وكنضيفوا عليهم رشه من الملح لتصحيح الذوق وشويه يعني القليل من الفانيلا. هنا استعملت بودره ما كانتش متوفره، ديروا جوج اكياس ديال سكر فانيلا. عندي هنايا كاس ديال سكر ديال العنبه، وهنا كنستعنوا بالطلاب الكهربائي كنطربوا هاد البيض مزيان، بعد كنضيفوا السكر بالتدريج يعني على 3 ديال المراحل او 4 ديال المراحل. واللي ما متوفرش على الطلب الكهربائي ممكن تستعنوا بالطلب الكهربائي ديال الغراف، ما كانش متوفر ممكن تستعنوا غير بالطلب اليدوي، لكن خصكم تخدموا مزيان البيض حتى يتغير اللون ديالو ويطلع معاكم، وكذلك الحبيبه ديال السكر يذوبوا. هنا كنخدموا مزيان بعد ما كنضيفوا داك السكر على مراحل، كنحاولوا نطلعوا البيض كيف كتشاهدوا يتغير اللون ديالو. وهنا غادي نضيفوا ان شاء الله الزيت النباتي، عندي هنايا كاس الا ربع، حتى الزيت كنضيفوها بالتدريج يعني على مراحل وحنا كنطربوا. ضروري تتبعوا جميع التفاصيل او الطريقه اللي كيف كتشاهدوا في الفيديو باش تحصلوا على نفس النتيجه ان شاء الله. صافي من بعد ما دخلت الزيت صافي غادي نكتفي بهذا الطلب الكهربائي، غادي نكمل غير بالطلب اليدوي ان شاء الله. غادي نمروا ان شاء الله باش نضيفوا المكون اللي قلت لكم عليه. عندي هنايا هاد الرايب ديال بنكهه الموز، هاد الساشي ديال الرايب اللي كيعطينا واحد الطعم اللي هو رائع الكيك، وكيجي بحال اللي مسقي كيجي اسفنجي وزوين. هنا غادي نضيفوا كامل هاد الرايب هادي هاد الخنيشه هادي، ما كانش متوفر ممكن ديروا اي رايب. هنايا عبرت معكم بالكاس ديال العنبه باش تشوفوا القياس، يعني كاس الا ربع، الكاس الاولى راني عمرته بزاف يعني عمرته مزيان، كاس الا ربع من اي نوع ديال اللايب اللي متوفر عندكم ممكن ديروا حتى اللبن. وعندي هنايا هاد الفلون هذا بنكهه الموز، يعني درت داك اللايب بنكهه الموز ودرت حتى الفلون. الفلو كيعطينا واحد الطراوه حتى هو، وكذلك اللون كيف كتشاهدوا كيعطينا واحد اللون اللي هو رائع. غادي نضيفوا ان شاء الله الدقيق، كنستعملوا هنايا غادي نضيف الكاس الاول، كنستعملوا الدقيق يكون نوعيه جيده ويكون منخول كندخلوه مباشره. وهو عندي هنايا جوج اكياس من خميره الحلويات من فئه 8 غرام اي 16 غرام اللي ضفت ديال خميره الحلويات. غادي ندخل هذا الكاس الاول والخميره، من بعد غادي نكمل المتبقي ديال الدقيق.
يعني نضيفوه على مراحل حتى هو. غادي نضيف الكأس الثاني. ولأول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنرحب بها باش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصل بكل جديد الوصفات إن شاء الله، وكذلك المتتبعات ديالي عبر الفيسبوك. ما تنساوش تضغطوا متابعة على الصفحة باش توصلوا بكل جديد الوصفات إن شاء الله. هنايا من بعد ما دخلت الكأس الثاني، الكأس الثالث غادي نضيفوه غير بالتدريج. كيف كتشاهدوا القوام هنايا مازال خفيف، يعني المبتدئات يعني كتسيستيو الخليط ديالكم ديال الكيك كتكتبوا رقم 8 عفوا، ولا اختفى معكم بسرعه مازال خصكم دقيق. هنايا الكاس الثالث كنضيف منه غير النص، غادي ندخل هذا النص ديال الكاس ونشوف القوام او القوام ديال الخليط، ولا خصني نزيد ولا جاني هو هذاك صافي كنكتفي بديك الكميه، لان الحجم ديال البيض كيختلف وكذلك النوعيه ديال الدقيق. ما غاديش يعني ندخل انا جوج كيسان ونص ولا ثلاثه، يعني غادي يكون نفس يعني القياس. هنا كيف كتشاهدوا كنكتب رقم 8 ما كيختفيش بسرعه، يعني هذا هو القوام ديال الكيك اللي خصكم تحصلوا عليه. ضفت جوج كيسان ونص ديال الدقيق صافي. مباشره كنخويو الخليط ديالنا ديال الكيك في المول اللي غادي ندخله ان شاء الله الفرن، كيكون سخون من قبل، كنسخنوه واحد 5 دقائق من بعد كندخلو الكيك ديالنا. وهنا كنحاول بهذه السباتولا كنستعين بها كنوزع الخليط ديالي باش يجي متساوي، ما يجيش البلاصه هابطه وبلاصه طالعه، وكنشكل واحد الخط في الوسط ولا بغيتو يجيكم داك الخط في الوسط، وكتضربوا هكا فوق سطح العمل باش تخرجوا داك الفقاعات اللي كاينين في الكيك، يعني ما كيخرجوش لينا بزاف في الكيك ديالنا. صافي كندخلوه وكنطيبوه على النار اللي كتكون هادئه من الاسفل، من بعد كنشعلوا ليه من الاعلى باش ياخذ اللون المرغوب فيه، والنار كتكون هادئه ولا كان ديال الغاز، يعني كتحاولوا ديروا واحد الصينيه ما بين النار والمول ديالكم، يعني باش ما يتخطفش لكم ياخذ اللون بسرعه، لان فيه داك الفلون دغيا غادي ياخذ لكم اللون ويبقى لكم الداخل ما طايبش. كتجيب واحد الكيغدون كتدخلوه في الكيك غير تشوفوا خرج معكم ناشف، تعرفوا ان الكيك ديالكم طيب مزيان. واللي عندها فرن كهربائي كطيب الكيك ديالها على 180 درجه صافي. هنا من بعد ما كنخرجوه كنخليوه، من بعد ما كنحيدوه من المول كنخليوه يبرد، يعني كيف شاهدتوا معايا الكيك كيجي رطب وكيجي رائع واسفنجي، والتزيين كيبقى اختياري. هنايا يعني درت غير واحد القليل من المربى ديال المشمش، وهنايا عندي الكاوكاو اللي محمر ومهرمش، يعني التزيين اللي هو بسيط بسم الله. وهنايا غادي نقطعو لكم باش تشوفوا كيف كيجي من الداخل، كنتحسوا على واحد الكيك اللي رائع اخواتي، وطلق لنا واحد الرائحه في المطبخ او في البيت ككل، واحد الرائحه اللي هي زوينه بزاف، وكذلك الطعم ديالو كيجي بنين. نتمنى ان شاء الله تجربوه بهاد اللايف كيف شاهدتوا معايا ديال الموز، او ممكن ديروا اي نكهه اللي كتحبوها اخواتي، وكنقطعوه بالصحه والراحه. هنا قطعته معكم كامل. وبالنسبه للفرن اخواتي خصكم يعني تسخنوا غير واحد 5 دقائق او 4 دقائق، ما تسخنوش بزاف خصوصا اللي عندها الفرن ديال الغاز، يعني كتسخنوه غير شويه وكتدخلوا الكيك ديالكم، ولا سخنتوه بزاف ودخلتوا الكيك غادي يرتفع معكم وغادي يتحمر، لكن بعد ما تخرجوا الكيك ديالكم غادي ينزل وكيجي اسفنجي وخفيف ورطب. وكذلك حتى القوام ديال الخليط ضروري كيف شاهدتوا معايا نفس القوام او القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، والطريقه ديال الفرن اللي شرحتها لكم. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويصدق لكم من اول تجربه، غير تبعوا جميع التفاصيل ان شاء الله غادي تحصلوا على نفس النتيجه. وكنشكركم على المتابعه اخواتي الغاليات، الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.